فخر الدين بن يوسف، جباله جباله فخر الكرة التونسية. وقت بلاش في أمريكا 13، صديقة 13، الله الله لتونس الخضراء، فخر الدين بن يوسف. عن انتصاراته بعد تغلبه على منتخب بوتسوانا، هنا فخر الدين بن يوسف يتوغل في منطقة الجزاء في المرمى، جول! علمهم لقنهم درسهم. الأفضلية كانت على مدى 90 دقيقة لمصلحة المنتخب الضيف، وأتصور أنه مع بعض التوفيق كان يمكن للتوانسة أن يضربوا بالثلاثة وربما بالأربعة حتى. مع عدم توفيق أتصور أيضا بالنسبة إلى الحكم المباراة لم يكن بالمستوى المطلوب، كان يمكن أن يمنح المنتخب التونسي ولو ركلة جزاء واحدة. تراجع غير غريب حمد بالنسبة إلى المنتخب المصري تحديدا، البطء في كل مكان من الملعب، لا يوجد لاعب واحد يمكن أن يصنع إضافة، وفي المقابل كان هناك نوع من الإبداع من بعض اللاعبين التوانسة خصوصا بالنسبة إلى الهدف، هذا الهدف الرائع الذي سجل من قبل فخر الدين بن يوسف، ولكن الأروع من الهدف هو التمريرة التي منحها المساكني إلى بن يوسف لكي يسجل الهدف، التمريرة بالكعب فاجأت قلب الدفاع أوكا، فتقريبا انفرد بن يوسف فخر الدين بالمرمى وسجل هدف أكثر من رائع. المساكني لاعب نادي الأخوية القطري.